عمري اتأخرت عليك في حاجة. الشهادة لله أبدا، بس دي قضية أنا مش حملي بهدلة. خلاص مش هتتبهدل معايا يا نعيم، أنا هتصرف. نو. كاميليا. أوكي. Maybe. Let's talk later. Bye. نعم. عملت إيه في اللي طلبته منك؟ ما رضيش يدوني أي معلومة. عايز أعمل حاجة تانية؟ ده أنا اللي هعمل. هعمل أكتر حاجة سخيفة في العالم. هتطلب من أدري؟ زين. Smile. More. Perfect. حلوة السعد يا أدري. أنت خدت بالك؟ دي هدية كده من حد عزيز عليا. لعلمك حياتك لاسكت لي عليك جدا، أنا والدي الله يرحمه كان جايب لي نفس الساعة دي ولسه محتفظ بيها. الله يرحمه. خير يا زين، عايز إيه؟ خدمة صغيرة يا كدري. معقولة هتطلب خدمة من واحد سائق ثانوية عامة؟ من محامي زميلي يتعمل له ألف حساب. أيوه، قولها تاني كده. ما تزقش. نعم. عايز أعرف معلومة مهمة في جامعة الزقازيق، وأنا عارف إن حبايبك هناك كتير. طيب وحبايبي بقى كتير اللي هناك دول، لما اطلب منهم خدمه مش لازم اردها؟ اللي انت عايزه قادر. يعني المعلومه اللي انت طالبها دي بره شغل المكتب. ها، ما انا قلت لك خلاص اللي انت عايزه. اللي انا عايزه، اللي انا عايزه. خلاص يا ادي مش عايز حاجه. بجد ولا بتهرج؟ انا مستعجل، ما عنديش وقت. تمام، اتفقنا. اتفقنا. انا اسف لو كنت عطلتك. حبايبي بتوع جامعة الزقازيق جابوا لي الفايل بتاع الراجل بتاعك. فين الفايل؟ لا، نتفق الأول. نتفق على أدري، عايز إيه؟ مالك فيه؟ مش فاهم. كاميليا؟ أنت اتجننت؟ أنت شايف إيه؟ عايز كاميليا ليه؟ عندي عميل رخم جدا، وبصراحه هي الوحيده اللي هتخلص لي الموضوع ده. اسبوعين بس وهرجعها لك زي ما هي. انسى ادري، اطلب اي حاجه تانيه. طب كويس جدا، الحق بقى اكلم الناس يبعتوا حد عشان ياخد الفايل. الرقم، انا اخر رقم كنت متخيل. اقول لك حاجه، انا ما عنديش مانع، انا ما تهليش ان هي اللي هتوافق. ايوه بس يعني هي ما بترفضلكش طلب وانت المدير بتاعها. وانا ما اقدرش اطلب منها حاجه زي دي. جرب حظك. اجرب ما اجربش ليه؟ وهقنعها. فايل؟ لعلمك بقى دي هتعشق الشغل معايا، احتمال كبير ما تعرفش تاخد مني تاني. جود لك. واتش اند ليرن. كاميليا كنت عايزها؟ لا. طب انت عارفه انا هقول ايه؟ اكيد. عرفتي منين؟ علشان انا مش عاميه. And I read lips and body language. وبعدين ثانيه واحده، هو انتوا ليه محسسيني ان انا سلعه تبيعوا وتشتروا فيها؟ كان في مليون طريقه احسن من دي ان انت تاخد رايي. انا حاسه ان انا مشاعري مجروحه قوي. ما هو الموضوع كبير مني، ما عملتش حاجه. طب خلاص. دونت تاتش.